حابب كون مثل هالعالم. ماني حابب لا كون احسن منهم لا يكونوا احسن مني، حابب كون مثلي مثلهم. يعني اطلع واجي وروح وكذا، ما احس حالي غريب عنه. كنا بالورشة عم نشتغل انا وخيي، وكان في حدنا مولع تنكة نار وقاعد انا على برميل تنر. انتبهت اني انا قاعد على برميل تنر، مسكت البرميل من فوق من تحت، كان عمري شي 11 سنة ما فيني احمل برميل كبير، مسكته من فوق من تحت على الضغط اللي كنت قاعد عليه، طارت الطبقة، اجى تنر بقلب التنكة وفقع بايدي. انا تحكمت بسوريا بعيد عن اهلي، كانت ستي اللي عايشة معي، ضليت لفترة شي سنتين وشوي عايش مع ستي. هي اللي كانت تقوم فيه على موجب انه نحن عايشين بلبنان، وبي ما كان قادر ينزل، كانت ستي وعمتي هن المسؤولين عني. لما جيت لهون كانت معاملة اهلي كتير طبيعية وما في اي شيء، وما حسسوني بشيء، انه حسسني انه انا معي اصابة او شيء. بس بعدين بعد ما كبرت تغيرت المعاملة، صار ما عاد بده ياني بالبيت بيي، صار بده ياني نروح اشتغل، بيقول لي الطفل دبر حالك. يمكن لانه مع صارت المعيشة كتير صعبة بلبنان، بيي صار يقول لي هاي. وفليت من البيت واجيت لعند اختي، قاعد انا واختي هلا بهالبيت هون عايشين، بطلع بتسبب لي كم ليرة هون وهون بشتغل. نحن عايشين بكراج، بضمن هالكراج في قطين ومطبخ وحمام، واختي عملت له لهذا الكراج من برا مثل دكان، يعني بتجيب بطاطا وشوكولاتة وهيك، يعني عملت له دكان صغير منه منعيش منه، وانا بطلع بشتغل شوي. بعدين انا ما بحب كون عبء على اهلي، لانه حسيت حالي كتير تقيل، انا وبيت اهلي حسيت حالي تقيل، يعني صار بي منني باي شيء، بالاكل بالشرب، بيقول لي اطلع اشتغل، اشطفل دبر راسك. شفت واحد ابن حلال حرام حب يساعدني. كتير صعوبات بواجهها بشغلي، اكتر شغلي كله صعوبات، بس انه بشتغل شغلات ما تكون صعبة بالمرة، يعني لانه انا عندي مشاكل باجري كتير، يعني عندي صابونتين رايحين وعندي الوتر التحتاني كمان رايح، هادي بعاني منه يمكن اكتر من غيري. بتمنى اني فل من هالبلد، لانه هيدي البلد اجمالا ما بينعاش فيها كوضعي انا، كل العالم تتنمر علي. بحب فل على بلد تحس حالي مثلي مثلهم، ما بحب ضل ببلد العالم شايفتني غلط.